انا دلوقتي طبعا في بيت الفنانة وفاء عامر طبعا، اللي استضافت ووجهت دعوة لعمرو ووالدته. طبعا عمرو الطفل اللي كنا اتكلمنا عن قصته، الطفل اللي يعتبر اشهر طفل في امبابة، الطفل اللي بيتجول في شوارع امبابة بيبيع اكسسوارات، علشان طبعا ظروف المعيشة صعبة، لكن هو مميز باتقانه الشديد للغة الانجليزية. طبعا الفنانة وفاء عامر كان قبل كده وسبق وصرحت ان هي تبنت الطفل عمرو تعليميا، يعني قررت ان هي تجيب له مدرس انجليزي او مدرسة انجليزي تعلمه بشكل كبير وبشكل احترافي اكبر، واحنا دلوقتي او بشكل احترافي اكتر، واحنا دلوقتي موجودين طبعا في بيتها ولبينا النداء وجينا علشان تستضيف عمرو ونعرف معاكم قصته وقصة والدته اللي ضحت بكل حاجة لدرجة انها باعت هدومها علشان تربي عمرو. يعني احنا طبعا بنشكرك على لا، انا ما عملتش، انا ما استضفتش عمرو من فراغ. انا عمرو بالنسبه لي نموذج يحتذى بيه، واحنا بندور دايما عن النماذج المحترمه اللي فعلا نقدمها للمجتمع. عايزين نقول ان المصريين عندهم من الوعي كفايه ان احنا نقول الحلو اكتر من الوحش. طبعا في كل مكان في الكويس وفي السيء، لكن لما يبقى عندنا نموذج زي عمرو يبقى لازم فعلا نقدمه للمجتمع، ولازم احنا نبقى وراه، احنا لازم ندعمه. يعني مثلا لما غيري من الفنانين يدعموا مجموعه من الاطفال دول امام العالم، هنعلم حتى الشباب اللي جوه مصر انه ما يبقاش متنطع، انك مش لازم تشتغل شغلانه بشهادتك، لا اشتغل لحد ما يجي لك شغلانه تانية او لحد ما يجي لك التعيين بتاعك. المهم انك ما تقعدش، المهم انك تكسب فلوس من عرق جبينك. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه. يعني لما يبقى عمرو عنده 12 سنة، من هو عنده 6 أو 7 سنين مامته بتنزل معاه بتراقبه من بعيد، وبيدخل يبيع سبحة أو بيبيع مثلا بريسلت أو بيبيع مثلا سلسلة أو الأكسسوارات الخاصة. مين اللي بيشتغل الحاجات دي؟ أنا ووالدتي. طيب أنت دلوقتي بقيت تعرف وبقيت شاطر فيها؟ أه. طيب أنت عامل صفحة على النت ولا لأ علشان تبيع من خلالها؟ عامل بيج على الفيسبوك اسمه عمرو هاند ميد، لكن بالعربي. انا هكلفك، انت اللي هتتابع عمرو، وانت اللي هتبلغني، وانا كل فتره هقابلك يا عمرو، كل فتره هقابلك عشان اطمن عليك وعشان اشوفك وصلت لايه وعشان اشوفك انت بتذاكر ولا لا، وهتابعك. ولو انت ما سمعتش الكلام ومشيتش كويس، مامي هتقول لي، يعني مامتك هتقول لي انا، و انت مكلف قدامي بعمل مجتمعي زائد انك صحفي شاطر. انت مطالب امامي ان انت اللي هتتابع مع عمرو، وهتروح له بصفه ان انت اي صفه، خاله وعمه، انت كده كده زي يعني 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 انت، احنا كلنا قرايب، يعني انا كاني خالتك او مامتك، واحنا كلنا المصريين قرايب بعض. لما تجي رساله لوالده عمرو اللي طبعا معانا وخالتك، طبعا والده عمرو حقها انها تتجوز، وانا مش بلوم ابدا على اي سيده مطلقه انها تتجوز، حقها جدا، يعني سيكولوجيا ويعني كل حاجة، هي ربنا يعني حلل الطلاق وجعله أبغض الحلال، وهي حقها أنها تتجوز، لكن أنها تستغنى عن راجل عشان راجل، ده حاجة عظيمة. بس دي ست تتشال على الراس، يعني دي حاجة، يعني ست الستات، ست الهوانم، ست الناس كلها. انتوا جايين لي في بيتي، ده بيتكم انتوا، وانا هبقى مبسوطه ان انت دايما تسال عليا، و شرف طبعا، يعني انا اللي يحصل لي شرف، وانا بشكر مامتك ان هي ربت ولد بيعرف يرد الردود المحترمه دي. شكرا، ده بس ذوق حضرتك، دي حاجه بس مش هتليق مع حضرتك، من تصميماتي انا، يا ريت تقبليها. النبي قبل الهديه، النبي قبل الهديه، وانت هديتي. الله، دي لمين دي؟ دي لعمر، دي لعمر، دي واحدة لعمر. عمر كان قاعد معانا بس يعني متأثرا، يعني ما حبش يصور، بس هيستضيفك بقى هو يوم. سوري انا اسف. ودي لعمر. الله بقى، كله انت جايب كله. لا 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 كده، لعمر. ودي حضرتك اهي، انا لبستهم اهم، انا مسافره السعوديه واحتمال اعمل عمره، ودي انا هوعدك برضو انها هتصور بيهم اهم، انا مش هقلعهم من ايديا كده ايه كام يوم لانهم عاجبيني قوي. شكرا. ودي لحضرتك، ده انا بشكرك جدا، دي من السبح الحلوه قوي اللي ليا، ويعني انا هنزل
الحاجات دي يعني يا جماعه اللي بيعمل حاجات في رمضان وبيهادي اصحابه في رمضان والاصدقاء اللي بيهادوا بعض، انا عايزاكم تشوفوا الفن بتاع عموره.